الأصل الأول من الأصول الثلاثة والسؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك من ربك؟ أسألك كوباد أما السؤال كوباد أو قبرك الوجود دين الوحوية ربك وايو تقول ربي الله وحد كل جوابي سأل ربك وإلهي الذي رباني أي الذي خلقني ورزقني إلهي أبوري أو أرزاقي نعم فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق لابد أن يعبد هدي إلهي ويهي كينا أبوري أو أرزقي وحواجب إنا أسرع عبدنا الخلق والرزق هذا ما يقوم به البدن ما يقوم به الظاهر هذه تربية وهناك تربية أعلى من هذه التربية يقوم بها الباطن إنزال الكتب وإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تربيته أما الربوبيته وحي كان يسأل لبقى الرموت أو أرين كن نقني سقفك تركيس أو قفك إلا أرزقه لأبوري إيو أرين كالاتو إلهي إنو أصو دري بني آدم كي الرسول أصو دري كتب أصو دري أي سي أي شتكي سحظة وهنونا فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك إلهي سبحانه وتعالى مرة مرة لك من نقضى إن عدل الأولاتي من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب قفكي شيء هبير هذه عبادة كم ذا إلهي عدك للو ذاتية قف كاسي وقف مشركة أو قال نارتنا أيو كوارهيا إلا إنك توبتك يا رماهن الواجب علينا الآن أن نخاف على أنفسنا من الشرك ونخاف ونحذر غيرنا من الشرك واجب كنا سارا وحوية إن كعب سنو الشرك كعب سنو ضدك كلو غير كنا ودقنا أما الحكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعيين والله أعلم أما ضدك إن كو حكم منه قال لما كو حكم منه أما فسق كو حكم منه أما ابتداع كو حكم منه أرين تاس أنك نومتها العلماء ووين يقضاء ضدك ووين بأتالا والله أعلم